تعال نرجع بقى للنادي الاهلي. زميلنا كريم احمد من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وهنشوف بقى كل الاخبار ونعرف التدريب حصل فيه ايه النهارده. زميلنا كريم احمد من النادي الاهلي بالجزيره، كريم اهلا بيك. مساء الخير عليك زميلي العزيز عبد الرحمن ناجي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اولا طبعا يعني كريم من العناصر المميزه في قناه النادي الاهلي، جندي مكوك كده دايما في المعسكرات في التمرين في السفريات. فالاول بقول لك ارحب بيك في شاشه قناه النادي الاهلي. تاني حاجه عايز اعرف النهارده تمرين الاهلي كان شكله ازاي؟ هل خلاص بدا بقى نخش الناس اللي جايه من المنتخب دخلت خلاص بشكل رسمي؟ المصابين اخبارهم ايه؟ طمني كده على الفرقه بشكل عام. بشكرك طبعا في البدايه عبد الرحمن، وبالتاكيد طبعا يعني لابد ان احنا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في المرحله القادمه، مرحله مليئه بالمباريات، تلاحم كبير جدا ومجهود منتظرينه من لاعبي النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقتنا في دور المجموعات مدياما لغاني ان شاء الله باذن الله يوم السبت في حضور 15,000 مشجع اهلاوي، وباذن الله يكون ليهم مفعول السحر كالعاده، ويا رب تكون انطلاقتنا جيده. يعني يمكن هبدا معاك في البدايه بوجود الكابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني بالكامل مع لاعبي النادي الاهلي قبل انطلاق المران مباشره. ده بيكون امر مهم جدا، يعني بعد المحاضره الكابتن الخطيب اجتمع مع اللاعبين، قال على يمكن بعض الامور سريعا نتكلم طبعا فيها ونقول ونطمن كل جمهور النادي الاهلي. اكد طبعا لابد يكون بدايتنا في المجموعات بدايه موفقه جدا، لابد ان احنا نستغل المباريات اللي على ارضنا، حضور الجماهير هدف واثنين وثلاثه، تقدر ان انت تحرز هذه الاهداف بالمجهود وبالتركيز الكبير وبالجهد وبالوعي اللي معروف طبعا عن لاعبي النادي الاهلي. دي كانت نقطه مهمه جدا في بدايه المران، مع ايضا المحاضره اللي كانت مطوله يعني استغرقت 35 دقيقه. يمكن تدريب النهارده كان المفروض يكون الساعه 5، لكن لعيبه النادي الاهلي بعد انتهاء المحاضره يعني تواجدت على ملعب مختار التتش في تمام الساعه 5:30. محاضره كانت مهمه جدا، فيها تحفيز وفيها امور عديده، وده اللي بنأمله من لاعبي النادي الاهلي، يكون في استيعاب كبير جدا للواجبات، التركيز، يمكن المعلومات اللي بيقولها مستر كولر النظري والعملي، ده امر مهم جدا، لان يعني مباراه ميدياما مباراه مهمه، عندهم امل وعندهم طموح، تصريحاتهم بنشوفها عندهم الرغبه الكبيره جدا، لكن ان شاء الله رغبتنا تكون كبيره جدا في المباراه وفي الانطلاق ان شاء الله باذن الله. مباراه على ارضنا يا رب ان شاء الله نحسمها بعدد كبير من الاهداف، هتساعدنا بشكل كبير جدا في مشوار البطوله الافريقيه. النهارده نقدر نقول يعني خلاص بقى المرحله الاخيره، خلاص غدا انت عارف هيكون تدريب مفتوح بالنسبه لوسائل الاعلام، فالنهارده يكون التدريب الرئيسي والاساسي للفريق النادي الاهلي. محتاج اللعيبه محتاجه تركز جدا في تعليمات مستر كولر اللي بياكد عليها، النظري مهم جدا لكن العملي هو الاهم. في ضيق وقت ومفيش وقت ان انت تصحح الاخطاء اللي يمكن بنقع فيها عشان التلاحم الكبير للمباريات، لكن ان شاء الله باذن الله مستر كولر ولاعيبي النادي الاهلي يكون موفقين في الانطلاقه وفي البدايه بمشيئه الله. يمكن انت اتكلمت على الاصابات، ويمكن لعيبه عندنا بعض اللعيبه ان شاء الله باذن الله نشوفها على مدار الايام القادمه، وتحديدا في قائمه فريق النادي الاهلي في مباراه ميدياما. باكد لك على جاهزيه السوليه الحقيقه، يعني يمكن شفناه في الوديه الاخيره اللي كانت بين لاعبي النادي الاهلي، ظهر بشكل طيب جدا. مودست كمان الحقيقه بيقوم بدور كبير جدا على المستوى الشخصي، وايضا كمان مع فريق النادي الاهلي على المستوى الجماعي ظهر بشكل اكثر من رائع في المباراه الاخيره اللي كانت قبل طبعا الاجازه اللي كانت امس. الامور طيبه جدا لفريق النادي الاهلي، ويمكن كمان علي معلول بيواصل التاهيل في تجهيز يعني بشكل مكثف جدا لكريم الديبيس، تحسبا طبعا لغياب علي معلول لسه ما شاركش في الجماعي، ممكن يكون عنده تدريبه غدا في الجماعي وتدريبه وحيده، فيمكن مستر كولر كعادته طبعا بيجهز بشكل كبير جدا. كريم الديبيس ظهر بشكل رائع ومميز جدا خلال المباريات الماضيه، فان شاء الله يكون لي فرصه، وكل اللعيبه يعني كل اللعيبه بتادي اداء مميز جدا. اطمنا على جاهزيه كل لاعبينا طبعا اللي عادت من منتخبنا الوطني، كان مهم جدا ان انت تطمن على الجاهزيه البدنيه والفنيه وتركيز اللاعبين. الحمد لله الامور مطمئنه جدا لفريق النادي الاهلي، يتبقى لنا بس تدريب الغد بمشيئه الله. عندنا مؤتمرات صحفيه غدا، تدريب الغد زي ما بقول لك يعني لعبتنا بس تحافظ على بعضها، لان احنا مش عايزين نفقد اي لعيب خلال المرحله القادمه. ايضا كمان طاهر بيواصل للتاهيل، هي بس يعني مرحله مهمه جدا خلال الايام القادمه، عندنا 5 مباريات فيهم تلاحم كبير جدا، لكن نبدا ان شاء الله مباراه ميدياما، وبنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي بمشيئه الله. طيب كريم، احنا من مباراه يوم السبت لحد مباراه زد اللي هي قبل التوقف عندنا ضغط مباريات كتير جدا، واحنا عارفين سياسه مستر كولر يعني ان احنا مش التدوير، كل مباراه ليه ظروفها. يعني هل بان قدامك كده، انت قلت لي كريم الديبيس مكان علي معلول بيجهز بشكل، لو علي معلول مش جاهز هل باين قدامك كمان اي بدائل تانية للعيبه التانية؟ هل باين قدامك مثلا الونجين اللي يعني اقدر اقول لك عبد الرحمن
هقدر اقول لك عبد الرحمن ان يعني الروتيشن اجباري مع مستر كولر خلال المرحله القادمه. الراجل لو هيحاول ان هو يعني يريح بعض اللعيبه ما عندوش فرصه، لان الضغط كبير جدا، 5 مباريات من العيار الثقيل، منهم في البطوله الافريقيه ومنهم في بطوله الدوري العام. فيمكن يعني الشكل الواضح ان الراجل بيجهز كل لعيبه للنادي الاهلي. شفنا علي معلول، كان عندنا الامل ان علي يكون متواجد يعني بنسبه كبيره، بننتظر ان شاء الله ايضا تدريب الغد. محمد هاني في قمه جاهزيته، اكرم توفيق في قمه جاهزيته، كهربا الحقيقه يعني جهاز فني بيجهزه بشكل كبير، مودست اتكلمنا على عدد من اللاعبين، جاهزيه كمان اللاعبين الدوليين كان امر مهم جدا، لان انت عارف اما بيرجع لك عدد من اللعيبه بتحاول انت تطمن عليهم بدني، بتحاول انت تطمن عليهم هل اللعيب بيشكي من اصابه. ايضا كمان بيرسي تاو، يعني بيرسي تاو هيتدرب النهارده وغدا ثم بعد كده تكون مباراه السبت. فيمكن الامور دي بتكون يعني بالنسبه لنا بنحاول نشوفها على ارض الملعب، لا بنشوف اللعيبه بتادي ازاي تدريبات، بنشوف الجديه، اللعيبه اللي بتفتح سبرنتات وبتحتك وبتشترك بتدينا الطمانينه بشكل كبير. يعني الجاهزيه الحمد لله لكل لعيبه النادي الاهلي باستثناء زي ما بنقول علي معلول، لكن لسه كمان عندنا فرصه غدا بالنسبه لعلي من الممكن يكون متواجد في القائمه. لكن طبعا الرؤيه الفنيه لمستر كولر الدفع بيه، لكن تجهيز الديبيس امر مهم. اكرم وهاني الحقيقه جاهزين بشكل كبير، مروان امام عاشور، حسين الشحات، ربيعه، كل اللعيبه الحمد لله يعني جاهزيتهم على اعلى مستوى. تبقرنا بس توفيق ربنا سبحانه وتعالى والمجهود اللي بيبذل من جمهور النادي الاهلي المنتظرين، وان شاء الله باذن الله يوم السبت في تمام الساعه 9 مساء باذن الله جمهور النادي الاهلي يكون له دور كبير جدا مع التحضيرات الفنيه المكثفه والمميزه للجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر. زميلي كريم احمد، يعني كعادتك دايما تغطيه ممتازه، يمكن طمنتنا على الفرقه قبل يوم واحد من المعسكر بكره ان شاء الله هيكون معسكر النادي الاهلي استعدادا للقاء. كعاده مراسلينا وكعاده كريم تحديدا من الناس يعني اللي بتلم كل تفاصيل الفرقه وكل تفاصيل النادي تقريبا، يعني بشكرك طبعا يا كريم على تواجدك معانا هنا في 7 داي سبورت، وان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في مباراه مهمه. نديامه دي بدايه البطوله، بدايه المجموعات، وده الثلاث نقط الاهم دايما بيبقى هي اول ثلاث نقط، ودي اللي بتديك الدفعه لان انت تحافظ على صداره المجموعه وتحافظ على اللقب بتاعك اللي انت واخده السنه اللي فاتت واخده في الاخر 5 سنين، يعني انت تقريبا محتكره باستثناء سنتين في النص كده يعني. فكل التوفيق لفرقه النادي الاهلي.